اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه والجزء الثاني من برنامج الاهلي في رمضان. فقره مهمه جدا لان معانا فيها ضيف استثنائي، كابتن خالد دجد الله، نجم النادي الاهلي ونجم منتخبنا الوطني في فتره سابقه، بالتاكيد كانت فيها انجازات طيبه على المستوى المحلي والافريقي. ولكن هذه الفقره تحديدا هيكون فيها كلام كتير جدا، مباراه غزل المحله، الفارق الزمني ما بين المباريات، وكمان هنتكلم على قرعه دوري ابطال افريقيا والفرق المرشحه لمواجهه الاهلي في الدور ربع النهائي. كابتن خالد منور الدنيا، تحياتي ليك وتحيات احمد سمير ليك. كل سنه وانت طيب يا كابتن خالد، منور الدنيا. كل سنه وانتم طيبين، تحياتي ليك يا محمد، تحياتي ليك يا احمد، كل سنه وانتم طيبين وكل الامه الاسلاميه بخير وسعاده باذن الله. اهلا بحضرتك. عارف يا محمد مقوله انه التحليل فن مش عن صحيح بجد. كابتن خالد جد الله واحد من النجوم اللي امتعونا طبعا كلاعب، لكن كمدرب كمان ومدير فني تستمتع جدا برأيه ورؤيته، يعني رأيه في الوضع الحالي، تقييمه للأمور، نظرته للأمور ازاي، ورؤيته لما هو آت، لما هو قادم. الحقيقة دايما كابتن خالد في مناسبات كتيرة جدا، حتى بيحصل بيننا تليفونات بعد الماتشات، يقول لي شفت الكلام اللي احنا قلناه كان بيحصل ازاي. فالحقيقة واحد من الناس اللي انا بستمتع جدا بوجودي معاهم، وشرفنا طبعا وجوده معانا النهارده في الاهلي في رمضان. كل سنه وحضرتك. ده انا اللي ببقى سعيد جدا وانا موجود طبعا في قناه النادي الاهلي، بيتنا كلنا، وسعيد بيكم جدا يعني، ومن نجاح لنجاح باذن الله. الله يخليك يا كابتن خالد، مبروك بقى بدايه طبعا. الله يبارك فيك. ماتش الهلال نتيجه كويسه والحمد لله، اداء كويس. يمكن انا كنت من الاول انا عارف ان المباراه فرقه الهلال، مع احترامي ليهم، ولكن فنيا نقدر نقول ان هي فرقه متوسطه لان عندهم اخطاء كتيره، ولكن اللي عجبني الاداء والنتيجه والاصرار، ودايما الكوره ما بتديش غير المجتهد، وربنا سبحانه وتعالى كافئنا وكافئ فرقه النادي الاهلي بضربه الجزاء اللي اضاعها طاهر الطاهر الظهير الايمن لفريق الهلال في مباراه صن داونز. يعني الناس دايما فاكره ضربه الجزاء بتاعت اطهر الطاهر ونسي ضربه الجزاء بتاعت محمد هاني، اشمعنى يعني؟ ما هو يعني لو محمد هاني كان جاب ضربه الجزاء برضو بتاعتنا بتاعت صن داونز هنا كانت الحسابات اختلفت تماما. بالظبط، بس هي دي عشان اخر حاجه، يعني اخر مشهد بتاعت اطهر الطاهر دون هو ده اخر مشهد. انا ممكن اقول عليها عداله السماء. لا، وبرضه هو برضه يعني احنا المفروض نكافئه برضه، لان في المباراه الثانيه برضه اخطاه وكان فيه هدفين منه. يعني من عدم التمركز الجيد بالنسبه له، ودي حاجه كانت كويسه. والتوفيق، انا من يمكن كنت في احدى القنوات قبل الماتش قلت مهم جدا التوفيق يكون معانا، وفعلا ربنا سبحانه وتعالى التوفيق كان معانا في كل الفرص اللي جات لنا لاعبتنا، بدءا من كهربا وحسين الشحات، استثمار الفرص وان هم قدروا يحرزوا اهداف منها. في المباريات الصعبة دي بتبقى مهمة قوي ان انت تلاقي اللعيبة الكويسة اللي عندك في حالتها الفنية بشكل كويس. فالحمد لله نتيجة كويسة، حطتنا على المسار الصحيح وحطتنا في مكاننا الطبيعي، لان احنا ما كناش يعني الامور كانت ماشية باسلوب متشقلب شوية، يعني وضعنا في المجموعة ما كانش اللي يناسبنا ولا يناسب امكانيات لاعبتنا، ولكن الحمد لله بالماتش دون وبالنتيجة دي رجعنا لوضعنا الطبيعي كبطل لافريقيا، وباذن الله نتمنى التوفيق في المباريات القادمة باذن الله. بالمناسبة كابتن خالد، لما بتسمع كده مثلا اراء المحللين او الخبراء او النقاد الرياضيين حتى في دول الشمال، دايما يقول لك الاهلي بيقدم اسوأ نسخه ومع ذلك يصل للنهائي. يعني اخر ثلاث نسخ النهارده قالوا الكلمه دي حتى بعد مباراه الهلال السوداني، قال لك صعب جدا تقول كل مره الاهلي بيقدم اسوأ نسخه وفي الاهلي في الاخر تلاقي الاهلي في الفاينل او فايز بالبطوله. شايف المعادله ازاي ان الاهلي حتى في بعض الفترات بيكون بيعاني بسبب ظروف ضغط ماتشات، اصابات، غيابات، سفريات كتيره ما بين كاس عالم انديه مع دوري ابطال افريقيا، ومع ذلك بيقدر يتخطى المرحله دي وفجاه تلاقيه في الادوار النهائيه فعلا موجود في الفاينل؟ المعادله دي ازاي؟ لان النادي الاهلي دايما بنقول شخصيه البطل، والنادي الاهلي فريق بطل، ويمكن اللي خلى النادي الاهلي الاداء بتاعه والنتائج ما كانتش كويسه في دوري المجموعات هي المباراه الاولى مع الهلال 1-0، ودي كان ليها سبب تانية، لان كنا راجعين لعيبه كاس عالم كانت بتلعب قدام مستويات تانية في اجواء تانية، رجعت على بطوله افريقيا، يمكن ما كانش عندهم الوقت ان هم يركزوا بشكل كبير جدا في مباراه الهلال. كانوا مستنزفين برضو يا كابتن خالد، يعني طبعا انت واجهت اربع يعني مدارس. زمان كان بيقولوا لو حضرتك تفتكر البطوله الافرو اسيويه اللي هي كان بطل افريقيا مع بطل اسيا، انت لعبت كانك لعبت بطوله اربع او واجهت اربع ابطال قارات
في فتره لا تتجاوز 10 ايام بالظبط. مستويات الحقيقه يعني بيوند يعني ريال مدريد وفلامينجو، حتى سياتل ساوندرز واوكلاند، فرقتين محترمين جدا، مدارس مختلفه، مدارس مختلفه وطرق لعب مختلفه. لعبت اربع جيمز يعني اربع ماتشات، حتى بصرف النظر عن النتيجه، انا احط النتيجه على جنب، لكن انت لعبت اربع ماتشات في منتهى القوه وقدمت فيهم مردود كويس جدا. بالظبط. واختلاف الاجواء، انت كنت بتلعب في ملعب يعني انسى يعني، شوف نفتكر الملاعب اللي لعبنا فيها في المغرب، وملعب وبعدين ملعب الهلال في السودان. الطقس اللي كنت بتلعب بيه في المغرب والطقس كان في المباراه بتاعت الهلال كانت عامل ازاي، الاختلافات دي اثرت بشكل كبير جدا، مع ضغط الماتشات اثرت بشكل كبير جدا على اللعيبه. ولكن الحمد لله هم جم عدلوا الدفه تاني لما اتحطوا في وضع ان هم لازم يركزوا ولازم يرجعونا لمكاننا الطبيعي. بتوفيق ربنا قدرنا نرجع. ولكن النادي الأهلي دايما بيتمتع بشخصية البطل. النادي الأهلي بيلعب في أي بطولة بيبقى وأكبر دليل على كلامي أن النادي الأهلي تأهل تاني مجموعة. كل الفرق اللي تأهلت، اللي هم الثلاث فرق اللي هم محتملين أن احنا نلعب قدامهم لو استبعدنا سان داونز، شايلين هم النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا يعني. ده حقيقي. واحنا في نفس الوقت تركيزنا بيزيد، احنا كل ما بنقرب من الهدف بتاعنا التركيز بتاعنا بيزيد جدا، طموح اللعيبه والدوافع بتاعتهم بتزيد بشكل كبير جدا، الاصرار والصفات الاراديه عند اللعيبه بتزداد بشكل كبير جدا، بحيث ان احنا نقدر ان احنا ناخد البطوله بتاعتنا باذن الله. اكيد. طيب ده كان كلام مهم جدا من الكابتن خالد جدالله. لسه في تفاصيل اكتر في الحلقه، لكن نطلع لفاصل، وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا مع كابتن خالد عن دوري ابطال افريقيا، وكمان هنتكلم على مباراه غزل المحله اكيد يوم الاربعاء في الدوري العام. وكانه كان في فتح شهيه يعني في بعض اللاعبين، مش بس في ماتش الهلال، حتى في الماتشات اللي قبل كده ومنهم ماتش القطن الكاميروني، تحس كده ان هم نفسهم اتفتحت مره واحده وقدموا مستويات الحقيقه يمكن حتى من جمهور النادي الاهلي كتير ما كانش يتوقع حاله التالق ده. خلينا ناخد رأي كابتن خالد في أهم وأكثر اللعيبة اللي تألقهم في الفترة الأخيرة صنع فارق حقيقي وبقوا أصحاب بصمة مع النادي الأهلي. مين لفت نظرك كابتن خالد في الماتش بتاع الهلال بشكل خاص وفي الفترة الأخيرة بشكل عام من النادي الأهلي؟ في ماتش الهلال طبعا نمرة واحد كهربا. كهربا. كهربا بيمر بحالة جيدة جدا، موفق جدا، كل قراراته داخل الملعب سليمة، كل قراراته على المرمى سليمة، وعشان كده بيحرز العديد من الاهداف، وجاب اهداف مؤثره جدا في مباريات مؤثره في الفترات الاخيره. ايوه. وكملها بمباراه الهلال، على فكره الجول اللي جابه في ماتش الهلال من الاجوان الصعبه جدا، التوقيفه طبعا السردباك بتاع الهلال رايح وراه على الكوره هتعديه، ولكن ان هو يفرد يعني، انا قلت ايه، فكرني بلاعب الباليه يعني، هو فرد رجله جامد جدا صحيح، وخد الكوره وعدلها على نفسه وبعدين ببطن رجله حطها. وكتير من اللعيبه كابتن خالد في كوره زي دي ممكن يفكر يستقبل يجري او يخش يستقبل بظهره يعني، يستقبل على صدره او على راسه وظهره للجون. بالظبط. وظهره للجون، هو فرد رجله زي بالظبط بتوع الباليه يعني. أي. فرد رجله على الاخر، والتوقيفه بترقيصه يعني، وبعدين وسندة. حطها وسندة وحطها ببطن رجله، حلو قوي قوي قوي. طبعا هو لعيب عنده خبره بالذات في المباريات الافريقيه، وده الفرق بين اللعيب اللي انت تقدر تعتمد عليه. في لعيبه بتبقى كويسه جدا تيجي له الفرصه دي في ماتش مهم قوي تلاقيه بيضيعها، فانت مهم جدا، والحمد لله ان لعيبتنا ان احنا لما بنحتاجهم في المباريات الهامه بنلاقيهم. نمره اتنين طبعا حسين الشحات لما نزل. حسين من اللعيبه الكبيره، عنده خبره، ولما بيلعب حسين مش جناح بيلعب على الخط، خطورته لما بيضم الجول هو وبيرسي تاو، وده بيعمل خلخله لاي دفاع لاي فرقه بتلعب قدام يعني. الجول الثاني، الجول الثاني نموذج على الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. ليه؟ لان مثلا الباك رايت المفروض هو اللي بيراقب حسين الشحات، انما لما حسين بيضم على جوه الباك بيخش معاه. ما بيخشش معاه، لو دخل معاه يبقى خير وبركه، هيفضي مساحه، هتلاقي علي معلول بيتقدم بكمل فيها بشكل كويس قوي. ولكن لو ما دخلش معاه بيبقى حسين خالي من الرقابه، بيبقى لعيب زياده وبيقدر ان هو بيلعب على الجون كويس، بيقدر يسجل اهداف. هو حتى لو ما اتلعبتلوش في التوقيت ده بيعمل ربكه في خط دفاع الفريق المنافس. يعني فطبعا حسين الشحات. انا النقطه بس اللي مش عايز انساها، يمكن اللعيبه في مباراه القطن
لعبتنا. احنا كسبنا 4-0 وعشان هم طلعوا جدعان ورجاله وما كانش لينا امل. احنا كان ماتش الهلال وسان داونز ثاني يوم، لكن اللعيبه فضلوا يلعبوا لغايه اخر رمق، وكان ممكن نكسب بهدف واحد ولكن كسبنا بجون واثنين وثلاثه واربعه. ويمكن التعب اللي هم تعبوه والتركيز الكبير جدا والمجهود اللي عملوه خلال مباراه القطن هو اللي ادانا التوفيق، هو اللي ريحهم شويه، هو اللي ادانا التوفيق فاللي ضاع سان داونز وفي مباراه الهلال على ملعبنا، وان احنا نكسب بثلاث اهداف. وفي فكره ثانيه، انك تكسب القطن باربعه انت سهلت على نفسك مباراه الهلال، انك محتاج تكسب 1-0 بالظبط، فدي عملت ضغط عصبي اكتر ونفسي على فريق الهلال بالظبط. لان هو مش محتاج يخسر 2 او 3 بس. اللي كانت كويسه جدا اللعيب كمان اللي انا مبسوط بيه جدا مروان عطيه في نص الملعب. كنت اسالك على مروان. كسبنا لعيب كبير ليه خبره ومع الماتشات هيزيد، ولكن الاساسيات عنده موجوده، الفكره عنده، وتحس ان هو موجود في النادي الاهلي بقاله فتره. يعني هو لعيب من لعيبه النادي الاهلي، شبه لعيبه النادي الاهلي، مش جاي، هو لسه جاي جديد، ولكن بيتمتع بكل الصفات والمميزات بتاعه لعيبه النادي الاهلي، فقدر يخش في الفرقه بسرعه، امكانياته كويسه، وانا متوقع له كل ما هيلعب وكل ما هيبقى اساسي وهياخد ماتشات مستواه هيزيد بشكل كبير جدا. مروان كرسي تاو طبعا عشان ما نساهوش. بس مروان عطيه ايه الدور اللي بيقوم بيه في وسط الملعب؟ يعني انا شايف مروان بيقوم باكتر من دور مش دور واحد. بيقوم هو نمره واحد لاعب وسط مدافع. يعني من اول واجباته ازاي يضغط ويستخلص الكوره في اقل زمن ممكن، ازاي بيضغط على لعيبه الوسط المهاجمين بتوع الفرقه اللي بتلعب قدامنا ويستخلص الكوره. ولكن عنده ميزات، بعد ما بيستخلص لما بيجي بيتصرف الكوره تصرف الكوره بشكل كويس جدا من ناحيه التمرير، ما بيغلطش في الباص، بصير هايل جدا جدا، عنده مساحه رؤيه كويسه، ودي نقطه مش موجوده كتير. ممكن كتير في اللعيبه اللي بتلعب في المكان ده المدافعين دايما تلاقي مساحه الرؤيه تحت رجليه. يعني نقدر نقول انه ممكن يبقى ليه دور مهم في صناعه اللعب، في صناعه اللعب، فانت ممكن تستفيد منه، زائد ان هو بيصوب كويس لسه في طرح حاجه، واضح انه رجله حلوه على الجون. انت طبعا يعني لا هو شاطر في الحته دي طبعا شاطر كويس، على الكره اللي شاطها وجت في القايم، لان بيشوط اساسيات الشوط عنده. وانا بقول كل ما هيلعب الحاجات دي بقى هتجيله. انت كنت شويت كبير يا كابتن خالد، كان رجلك ما شاء الله يعني كانت عارفه سكتها مظبوطه، وكمان كانت رجلي مظبوطه. المهاره دي يعني طبعا اكيد طبعا بتبقى باي ديفولت موهبه فطريه طبعا. لكن هل انت اشتغلت عليها، او يعني انت طورتها، او في مدربين اشتغلوا معاك عليها عشان تتطور عندك؟ لا مدربين، لا هي كانت موهبة. لا. أيوة. لأن من وأنا صغير هي موهبة عندي، يعني معظم الأجوان اللي كنت بجيبها شوط حتى من وأنا صغير لغاية لما ابتديت ألعب مع الدرجة الأولى. ولكن كتر التمرين والشغل عليها لا اتطورت بشكل كبير جدا. وأنا كان يمكن الكور المتحركة كنت أشوطها كويس جدا، ودي الصعوبة. يعني أي كرة جيلي متحركة سواء على الأرض سواء عالية، لا كانت دي بقى من عند ربنا سبحانه وتعالى موهبة كنت بشوطها كويس جدا. الثابتة أصعب من المتحركة ولا العكس؟ لا المتحركة دايما بتبقى أصعب. متحركة أصعب. الثابتة أنت شايف الكرة، الكرة ما بتتحركش. أنت شايفها يعني. انما المتحركه لا، ممكن وهي جايه لك ممكن تنط نطه في الارض، ممكن وهي عاليه ازاي وضع جسمك. يعني في كوره بتاعه عمرو السوليه في مباراه الهلال جات له واحده اتلعبت له بالعرض عند الشوط الاولاني، الشوط البوكس الشوط عالي ده وضع جسم. أيوة. وضع جسمه طبعا الكوره دي بالشكل ده، بالكوره جايه نطت وجايه عاليه، كان لازم يميل بجزعه خالص عشان الكوره ما تعلاش، هو شطا وهو واقف. فهي دي بتبقى صعوبه الكور المتحركه، ازاي انت تظبط وضع جسمك على وضع الكوره لغايه لما تجيلك. فانا كنت متميز الكوره دي بالارتفاع ده المفروض تاخدها من فوق. انا جبت جول في المصري خدنا بيه كاس مصر. كرة برضو كانت جايه لي كده، لا يعني لعبتها ونمت بجسمي خالص عشان الكوره ما تعلاش. وراحت عملت بند في الارض وجت جون. عدلت الجسم بتفرق في التسديده طبعا. والنظر، عدلت جسمك والنظر، ان انت تبقى شايف الكوره جات لك وانت بتشوط في انهي وضع، في انهي حته دي بقى، وبعدين ازاي بتحط وش رجلك في انهي حته في الكوره. في حد يلعب دلوقتي شبه الكابتن خالد جدلة شويه في التسديدات في الشوط؟ عشان هم في لعيبه بتشوط كويس، ولكن ما عندهاش استمراريه ان هم كل ماتش مثلا اشوفهم. احنا ما بقاش عندنا شويطه في مصر يا كابتن. هم على فترات، فهي دي
انما في عندنا لعيبه بتشوط كويس، كان امام عاشور بيشوط كويس، امام من اللعيبه اللي بتشوط كويس. بس يعني مع كويس. مع كامل احترامي لامام وهو موهبه نراهن عليها في اللي جاي ان شاء الله، لكن احنا انا بتكلم على الشويطه الشويطه، يعني كابتن خالد جد الله، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن محمود ابو الدهب، كابتن الكره لما بتتحط في نص الملعب، كابتن حمزه الجمل، كابتن سمير كمونة في وقت من الاوقات. يعني لا دول كانوا يعني في نص الملعب ممكن تبقى شويطه شويطه يعني شويطه ورجلهم تقيله، ولكن برضو في الشوط انت محتاج حاجتين، رجلك تبقى جامده ويبقى فيها دقه، دقه طبعا، لان انا هي مش حكايه ان انا اشوط جامد وخلاص عمال على بطال. ويمكن انا في الماتشات ما كنتش اشوط كتير في الماتش، ان هم كوره كورتين بس، هتلاقي الكوره كورتين بس بين الثلاث خشبات، لا اما جون لا اما في العارضه لا اما جون طلعها، فهي بتبقى موهبه بس محتاجه ان الواحد يشتغل عليها، بالذات الاجيال اللي موجوده دلوقتي. صحيح. طب ايه اكتر ثنائيه كابتن خالد شايفها فرقه الاهلي دلوقتي فيها تفاهم وتجانس والفريق بيستفيد بيها منها؟ الرباعي الامامي، يمكن كهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو، احمد عبد القادر لما بيكون في حالته ويكون كويس، يمكن انا عايز قفشه ازقه زقه شويه، يعني يشد حيله شويه لان هو عنده كتير قوي. ناقصه ايه؟ ناقصه نمره واحد، يعني التركيز. يعني انا حاسس ان دماغه يعني مشغوله شويه، مشتت شويه، ناقصه التركيز، لان هو لعيب كوره كويس جدا، لعيب عنده حلول يقدر يفك لك اي موقف صعب بس لما يكون فايق. فانا نفسي تركيزه يكتر عن كده، بلاش التشتت، يبقى فيه هدف قدامه، يبقى فيه ثقه في نفسه، يعني مش معنى ان الكره مش ماشيه معايا شويه فانا بالعكس، لا لازم يكون عندي ثقه في نفسي كويسه، وان انا ارجع نفسي بالصوره اللي احنا مستنيينها من قفشه. هو الكلام ده لقفشه والغير قفشه بصراحه، يعني وان كان ليا ان انا اتكلم باسم الجمهور وحاجة عارف طبعا انه النجم في الاهلي هو تيشرت النادي الاهلي طبعًا. احنا بنحب الجمهور نجومنا ونحب لعيبتنا وبنقدرهم بشكل كبير جدا، لكن مفيش نجم فوق الفرقه، لا طبعا مفيش نجم فوق الاهلي. الاهلي دايما هو نجم، وشوف انه اللعيبه طول ما حاطه الفكره دي في دماغها بتنجح وبتكمل. اي حد تاني بيحصل له حاله الاختلال دي ممكن تبقى يعني بتاثر على مستواه، بتاثر على مستواه بالظبط. لا الاهلي هو الاساس، هو الاهلي هو اللي بيعمل النجوم، مفيش لعيب هو عمل الاهلي الكيان. يعني لا في التاريخ حتى كابتن خالد نجوم كتير حسوا في يوم من الايام ان هم اكبر من الاهلي، او انه 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 ان هم يحتاجوا معامله خاصه، او ان هم فوق اي حساب، والنتيجه كانت انه في يعني الاخر مفيش حاجه، مفيش حاجه. طبعا لا النادي هو الكيان اكبر من اي حد. صحيح. اكبر من اي درس مهم جدا للي طبعا. جاي كمان بالزبط. يعني اللي في يوم من الايام بيفكر او بيحلم يلبس تيشرت نادي الاهلي، الاجيال اللي موجوده واللي جاي بالظبط بالظبط. نستعرض معاك كده نشوف يعني نتيجه دوري الابطال وشكل المجموعات وتاهل الثمانيه الكبار في افريقيا، ونشوف هل هو منطقي حسباتك ايه للمواجهات المنتظره، وخصوصا طبعا مواجهه الاهلي في نهايه شهر ابريل مع واحد من الترجي او الوداد او الرجاء. نشوف شكل المجموعات ونتائج المجموعات بعد انتهائها او انتهاء دور المجموعات. دي المجموعه الاولى، الوداد الرياضي المغربي في الصداره 13 نقطه، شبيبه القبائل في المركز الثاني 10 نقاط، بيترو اتلتيكو لواندا الانجولي في المركز الثالث، وطبعا فيتا كلاب الكرغولي في المركز الرابع. يمكن الصداره للوداد والمركز الثاني لشبيبه القبائل. دي المجموعه الاولى، وبالتاكيد الاهلي هيواجه يعني الوداد او طبعا دي مجموعه الاهلي. قبل ما نشوف بس مجموعه الاهلي منطقيه، شايف ان منطقيه بالنسبه للشبيبه والوداد؟ طبعا شايف الوداد السنه دي هو نفس نسخه السنه اللي فاتت، احسن شويه طيب نروح لمجموعة الأهلي. وطبعا صن داونز في الصدارة ب 14 نقطة، الأهلي في المركز الثاني، ويمكن ده الرصيد اللي بيتحقق في آخر أكتر من سنة يعني نفس الرصيد. الأهلي لو كان كسب صن داونز، لو بينالتي يعني زي ما بيتقال بينالتي أطهر، لو كسب صن داونز هنا كان زمانه 13 نقطة، كان زمانه 13 نقطة 12، ما هو خد نقطة ومحصول 12 نقطة 12. وكان صن داونز هيبقى 13 نقطة أو لا كان هيبقى خسر نقطة من يخسر نقطة من ثلاثة يبقى 13 يبقى 13 كانت الحسبة كانت هتبقى مختلفة تماما بالظبط. والهلال 10 نقط والقطن الكاميروني بدون رصيد. طيب مش هسألك منطقية لأنها منطقية جدا طبعا، منطقية طبقا للنتائج طبقا للنتائج بس من قبل ما نلعب، لا احنا كنا احنا الأول وصن داونز الثاني، احنا الأول وصن داونز قبل ما نلعب. طيب المجموعة الثالثة،
الرجاء الرياضي المغربي 16 نقطة، ده أعلى رصيد للرجاء لم يتحقق منذ أن شارك في دوري أبطال إفريقيا، وأعلى رصيد لنادي في النسخة الحالية من دوري الأبطال. ده حقيقي، مفيش حد وصل ل 16 نقطة. سيمبا التنزاني في المركز الثاني بتسع نقاط، بعد كده حرية كوناكري الغيني وفايبرز الأوغندي في المشاركة الأولى ليه في دوري أبطال إفريقيا، مع الأخذ في الاعتبار إنه المنافسة في المجموعة دي ممكن تبقى الأسهل على مستوى المجموعات. بالظبط، يعني معاه فرق ما لهاش تاريخ أو يعني تقل كبير، وده ما ينفيش انه نسخه الرجاء السنه دي اكثر من مميز. هل مقياس؟ هو لا، هي مش مقياس، مش بس مقياس. اللي متابع الرجاء والماتشات اللي لعبها، لا فرقه محترمه، فرقه جامده. بس في نقطه غريبه، هو بيتصدر المجموعه ب 16 نقطه وفارق الاهداف يمكن موجب 14 هدف. بس تبص على ترتيب الرجاء في الدوري المغربي المركز الرابع، ودي اعتقد ممكن يكون مؤشر ان نتائجه في دوري ابطال افريقيا مش مقياس ان ده الفريق اللي ممكن يكون المرشح الاول للمسابقه السنه دي. ممكن، بس صح؟ بس انا عشان تابعته انا ما شفتوش في الدوري المغربي. وانا شفته في مباريات دوري ابطال افريقيا. دوري ابطال، لا فرقه جامده. يعني لو قلنا من العروض، طب خلينا نستعرض المجموعه الرابعه. أوكي. واسالك على المجموعه الرابعه والاخيره. اوكي، اتفضل يا محمد. الترجي التونسي في الصداره ب 11 نقطه، شباب بولزداد 10 نقاط، والزمالك طبعا في المركز الثالث، والمريخ السوداني في المركز الرابع. طبعا فرق نقاط ما بين الزمالك مع بلوزداد والترجي التونسي. على فكره في شكوى متقدمه بخصوص ترتيب المجموعه. أي. ممكن، الله اعلم، يعني يوم الاربعاء. صعب. هو حتى لو الترتيب اتغير بس برضه الترجي لا، متاهل. المريخ يتاهل على حساب الترجي. لا، ما هو المريخ وشباب بلوزداد هم اتعادلوا في السودان. هتتحسب المباراه صالح المريخ على حسب الشكوى بتاعه تونس. فبالتالي ساعتها يبقى اعتقد المريخ يتأهل يعني، بس انا اعتقد انه صعب قوي السيناريو، صعب جدا. تخيلت. وان كان منطقيه المجموعه دي يا كابتن خالد؟ منطقيه من حيث العروض والاداء. طبعا منطقيه. ايوه، خروج الزمالك بالشكل ده في ما هو الزمالك ما قدمش حاجه من اول المسابقه تشفع له ان هو يكمل، فمنطقي من يعني من خلال اداء نادي الزمالك منطقي. منطقي. الاربعه الكبار، يعني الاربع فرق اللي شايف انه فرصهم كبيره في المنافسه على البطوله من واقع المستويات اللي اتقدمت بصرف النظر على الالقاب والتاريخ، انا عايز تقييم حضرتك او رؤيتك للنسخه دي من دوري ابطال. مين الفرق اللي ممكن يكون عندها حظوظ في المنافسه على دوري الابطال؟ نمره واحد النادي الاهلي، نمره اتنين الرجاء، ويجي بعديهم الوداد. سان داونز مش في الحسابات. وسان داونز دول الاربعه الكبار. وده كان مقدمه لسؤال يا محمد مرتبط بمارسيل كولر، اللي كنت بحسه شويه انه ممكن على المستوى العالمي، يعني ما شفناه في بطوله كاس العالم، كنت حاسس انه قادر يقرا الفرق المنافسه، قادر يتعامل مع سيناريوهات المباراه بشكل كويس جدا، على العكس من دوري الابطال كنت حاسس انه افريقيا بالنسبه لمستر كولر شيء مبهم، يعني هو مش قادر يمسك مفاتيح البطوله دي، شكل الفرق، طبيعه المنافسه، مين في افريقيا تقيل، مين في افريقيا متوسط، مين في افريقيا مستواه ضعيف. هل شايف ان دور المجموعات فرصه كافيه كانت لمستر كولر انه يتعرف اكتر على البطوله، يقرا اكتر المنافسين، وده بشكل يعني ينعكس يعني بشكل ايجابي على مشوار الاهلي المتبقي في البطوله ولا طبعا لا؟ فرصه كبيره من خلال متابعته لكل بقى الفرق من خلال الاربع مجاميع اللي كانوا بيلعبوا، اكيد حط ايده مين الكويس مين الوحش، المستويات قدر يصنفها بشكل كبير جدا، وبرده من خلال الماتشات بقى اللي جايه، يعني هو اكيد دلوقتي، لان هو مش حكايه ان هو بيتفرج على ماتشات بس، معاه جهاز فني بيعمل له تقارير على كل فرقه، وفي متابعه وفي تحليل لكل فرقه، الكلام ده كله بيتحط قدامه، بيقدر يوصل مين الفرق اللي هي يعني المستوى اول، مين الفرق اللي ممكن تنافس النادي الاهلي، ممكن مين الفرق اللي تخوف النادي الاهلي، يقيمها بشكل كويس جدا عشان يقدر يتعامل مع الماتشات لما نعبه قدام اي فرقه بعد كده. مين تتمنى تقابله في الدور اللي جاي؟ ما احنا يا اما هنلاعب الرجاء او الوداد او الترجي. يعني انا لو صنفتهم الثلاثه هيجي نمره واحد الرجاء. من حيث المستوى. حيث القوه يعني. من حيث القوه. الرجاء يلي الوداد يلي الترجي. انا اتمنى نلعب الترجي. اتمنى نلعب نفس الامنيه. اتفقت مع محمد. والله. اتمنى، لان فرقه الترجي طبعا فرقه محترمه. ولكن فرقه في المتناول يعني، بس انا شايفها فرقه، يعني بقول عليها فرقه عجوزه شويه.
يعني فرقه الترجي عندهم لعيب في نص الملعب محمد علي بن رمضان. ايوه ده من اللعيبه المؤثرين بصراحه. ولد لما بيكون كويس بيدي الترجي تقل وشكل بشكل كبير جدا، ولكن ديفنس كويس عندهم، بيعرفوا يتمركزوا كويس، ولكن انا يعني بحس ان هم فرقه كبيره في السن، عارف يعني المجموعه اللي موجوده في السنين اللي فاتت. ونفس المجموعه، فانا شايف ان فنيا لا في المتناول فرقه الترجي بالنسبه لنا تبقى يعني احسن الاختيارات. مع ان النادي الاهلي مش هيفكر هو هيلاعب مين. لا طبعا احنا هنلاعب اي حد على فكره. انا اتمنى كده وانا اتمنى الحقيقه ان انا اقابل سان داونز، انا يعني من اول البطوله ما تبدا، ويمكن بس هيبقى مش في الدور ده بقى. ما طبعا مش في الدور ده. انت كده كده هتقابل حد، يعني لازم هتقابل يعني الدور ده والدور اللي بعده لازم هتقابل فرق. وانا شايف ان الثمانيه دول هم الافضل على مستوى القاره. يعني حتى شباب بلوزداد الحقيقه فرقه بتلعب كره محترمه جدا طبعًا. الفرقه قدمت منظمة يعني فرقة منظمة عندها كورة، فبالتالي الماتشات اللي جاية كلها هتكون صعبة. لكن أنا أقصد أقول إيه، أنا عايز أقابل سان داونز تاني. يعني على الرغم أنه سان داونز بشوفه من أفضل فرق أفريقيا في السنوات الأخيرة، وفرق كتير ما تحبش تقابل سان داونز في دوري الأبطال، لكن أنا كأهلي أنا أو كجمهور يعني أتمنى جدا أقابل سان داونز، مش بالضرورة في اللي جاي لأنه ما ينفعش نقابله في اللي جاي، لكن ممكن أقابله في اللي بعد، وأتمنى أقابل الرجاء في النسخة دي. الكبير ما بيخافش من حد يا كابتن خالد. بالظبط. واللي عايز يوصل للقب يبقى بالتاكيد عنده استعداد يواجه اي فريق. تمام. تفرق بقى في 8 في الاربعه في النهائي. انا متفق معاك. بس معك. احنا بنصنفهم مين الاقوى فالاقل فالاقل يعني. نتمنى الماتشات اللي جايه، انا عارف الادوار اللي جايه اللي هي الادوار الاقصائيه، انا متاكد ان هنشوف النادي الاهلي في شكله الطبيعي بالاداء اللي يبسط جماهير النادي الاهلي وبالنتائج وبالروح اللي باذن الله تسعدنا باذن الله تعالى. باذن الله. طب المدرسه التونسيه فرض نفسها على دوري ابطال افريقيا، ثلاث مدربين توانسه في ثمان انديه موجودين في دور الثمانيه، نبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد، منذر الكباير المدرب التونسي المعروف الشهير حاليا بيقود فريق الرجاء، ونبيل معلول المدرب التونسي المخضرم بيعود من جديد لتدريب الترجي هذا الموسم. النفطي كان ماسك النفطي كان ماسك الوداد اعتقد صح؟ كان قبل كده، لكن حاليا خوان كارلوس جريد. بس كان النفطي مظبوط. بس كان النفطي قبل كده. يعني كان ممكن يبقى اربعه من ثمانيه من المدارس التونسيه. بالظبط. ده تاثيره ايه على الشكل المنافسه يا كابتن خالد؟ وكمان انت عندك محلل الاداء اللي موجود في الاهلي ياسين المكاري. ايوه. محلل الاداء التونسي وكان نجم موجود في منتخب تونس. يعني لو اتكلمت عن مدربين التوانسه لا هم شاطرين. يعني مدربين شاطرين بيواجبوا التطور اللي بيحصل في كره القدم والجديد اللي بيحصل في كره القدم. يمكن شغلهم بيبقى نمره واحد، حتى هم متميزين على مستوى الشغل في الخليج. في الخليج موجودين منتشرين بشكل كبير جدا. يمكن احنا مدربين انت بقينا قليلين قوي بره. يعني بره لا دي ليها اسباب، هو مش كنا في وقت كنا عايز احنا المنتشرين ولكن دلوقتي لا ملناش تواجد. مؤمن سليمان اعتقد في رجع من العراق. لا الاول وطارق مصطفى اعتقد كسرة. في المغرب. ايوه مش طارق. بالواحد او انا فاهم. لا كنا احنا اللي مهيمنين المدربين بتوعنا سواء في الخليج بالذات، ولكن دلوقتي لا توانسه نمره واحد بقى لهم فتره على مدار 10 سنين اللي فاتوا هم ماشيين بشكل كويس، وده اسبابه حاجتين. نمره واحد هم بتوع شغل مش بتوع كلام، يعني هتلاقي مثلا مدرب يعني مش هتلاقي دول مش بتوع علاقات وكلام ورغي، لا هو بيشتغل بيبقى مركز في شغله مع فرقته، عارف الدور اللي ليه بيعمله بشكل كويس جدا، وبعد كده التوفيق بيبقى بتاع ربنا. فدي من الحاجات اللي بتخلي برضو ايه الناس تجري وراه. وزي ما انت بتقول اربع فرق اربع مدربين توانسه، ده طبعا نجاح كبير جدا للمدرب التونسي. بس الفكر التونسي ممكن هيكون واضح قوي كاداء المدرسه التونسيه في البطوله ولا الامر بيختلف؟ لا هيبقى واضح طبعا. واضح؟ طبعا هيبقى واضح. نفس الفلسفه؟ نفس الفلسفه اللي هي بقى ازاي بتدافع بشكل كويس، التمركز الدفاعي الجيد. وخد بالك انا اخاف من الفرقه اللي بتدافع كويس. يعني انا سان داونز مع انا مع احمد يا ريت في الادوار اللي بعد كده نقابلهم، لان هم فرقه كوره كويسه وفرقه على المستوى الهجومي فعالين بشكل كبير جدا، ولكن على المستوى الدفاعي
عندهم اخطاء كبيره جدا كاريسي. عشان كده ممكن يطلعوا من اي فرقه. يعني فرقه مهم تلعبهم ازاي حتى يعني. قدام فريق القطن الماتش اللي فات هم كسبوا 2-1 في جنوب افريقيا، مش برضو مش نتيجه، وفرقه القطن برضو بعيده شويه فنيا ولكن عندهم مشاكل في الدفاع. انا اخاف من الفرق اللي بتدافع كويس، والمدربين التوانسه بيعرفوا يخلوا ازاي الفرق تقف مظبوط، تتمركز صح، مش خط الدفاع بس، وهم لما بيدافعوا حتى من المهاجمين، مهاجمين نص ملعب الديفنس، فبيبقى شكلهم منظم وكرتهم صعبه ان انت تقدر ان انت تلعب معاهم. فده الفكر التونسي. هو بمناسبه كلام محمد على المدربين، انا عايز اسال حضرتك، هو يعني فكره انه مش بس فكره الانتشار بره الحدود، يعني انت كنت بتقول ان المدربين المصريين كانوا قبل كده هم اللي موجودين نمره واحد على مستوى الانتشار على الاقل العربي والافريقي، هل القصه كانت قصه كفاءه مدرب ولا كانت قصه خطه محطوطه واتحاد بيدعم وبيتبنى الفكره دي وبيشتغل على انه يحققها، انه اللاعب المصري والمدرب المصري يبقوا موجودين على الاقل في المنطقه او في الاقليم، ولا بتبقى اجتهادات فرديه؟ مدرب كويس فهو بيشجع نفسه بيجي له عرض لا بتبقى اجتهادات فرديه. اجتهادات فرديه، وهو ده اهم دور اللي انت قلته احمد بالنسبه لاتحاد الكوره، ازاي تعمل كوادر من المدربين وازاي تجيب لهم فرص عمل بره الكوره، ولكن كل الفرص المدربين اللي بتسافر وبتطلع بتبقى اجتهادات شخصيه، صح، بتجي لها عروض شخصيه وبتسافر. ايوه اخرهم بسيوني هو حاليا حتى هو معتز ايده في دور الاتحاد. ايه دور الاتحاد ده يعني خير. يمكن الفتره اللي فاتت دي حسينا ان في اتحاد بحته الرخصه ايه وعملوا الرخصه بتاع بس للاسف يعني انا عايز اقول ايه، هي مش حكايه ان انت تعمل عشان المدربين تاخد رخصه، هو ما مدى الاستفاده من هذه الرخص؟ على فكره في الخليج الرخص اللي بتطلع من الاتحاد الافريقي هم ما بيعترفوش بيها، يعني صح. اي مدرب هنا ما يقدرش يروح يشتغل حتى لو على البرو، لا 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 مش هتشتغل طالما من الاتحاد الافريقي واخد من الرخصه منه، مش ما بيعترفوش بيها. هم من اسيا، دي برضه لازم نحط تحتيها 100 خط. دي في اسيا ليها قيمه عن البروف افريقيا 100 خط ليه؟ ما هو ده اكيد ليه اسباب، هو مش كده يعني مش تعنت معانا، لا اكيد لا المحاضرات الكورس اللي بيدرس اتحاد الكوره دلوقتي عامل الدوره بتاعه الايه الرخصه ايه دي اللي بيحضر فيها فيتوريا اعتقد، صح؟ حضر فيها ومين؟ مين يعني انا عايز اعرف مين اللي بيحاضر انا عشان اعرف قيمه الدوره وقيمه المعلومات اللي هيستفيد منها المدربين. هي مش رخصه ورقه هتاخدها وتشتغل بيها، لازم تستفيد، لازم تستفاد باي شكل من الاشكال، شغل عملي ونظري. طيب مين اللي بيحاضر؟ فيتوريا ده راجل مدرب مدير فني منتخب مصر بيشتغل، يعني عنده شغله هو مش جاي محاضر. وهل هو محاضر اصلا؟ وهل هو محاضر؟ طيب مين تاني غير فيتوريا؟ اعتقد دكتور جمال محمد علي. مين تاني؟ لا انا بصراحه ما اعلنوش حتى مين اللي انا ما اعرفش. انا يعني انا من الاول حتى ما حبيتش ادي بالنسبه للموضوع اي اهتمام بالنسبه لي، لان انا واخد طبعا انا عن نفسي انا الكلام ده انا واخده من زمان يعني. ولكن قيمه اي دوره تدريبيه في الناس اللي بيحضروها، مين اللي هيدي لك المحاضرات؟ مين اللي هيدي لك المعلومات؟ مين اللي هيدي لك الجديد؟ ما انا ممكن اخش دوره ابقى انا بخبراتي وبدراساتي اتقل من اللي بيديني المحاضره ولا بيديني الدور. فهي مش حكايه ورق ومش حكايه ساعات عمل ان انا احضر ال 15 يوم ويبقى خدت الرخصه ايه وامشي اشتغل بيها. انا افتكر كنت في لايبزيج سنه 96، دي اطول دوره تدريبيه على مستوى العالم، 9 شهور، كان معايا شوقي غريب، وكان عندي واحد صاحبي من المغرب مدرب كان طالع معانا من المغرب يعني. فجي سقط بعد ال9 شهور، سقط في ماده التدريب الرياضي اللي كانت بتدينا الدكتوره، كانت واحده ست وكانت علاقتي بيها كويسه جدا لان انا جبت امتياز في التدريب الرياضي. فعبد اللطيف صاحبي المغربي ده قال لي يا ريت تكلمها لي بس، فرحت بكلمها قالت لي انا عامل له اي حاجه الا ان انا انجحه ويروح يعلم الناس غلط، ده راجل سقط ما ينفعش اعمل معاه اي حاجه، لو هو عايزنا استضيفه في المانيا اي حاجه الا ان انا انجحه في حاجه هو ما يستاهلهاش. فيا ريت احنا برضو هنا من ناحيه الدورات نفكر كده، هي مش حكايه ان انا ده هروح اتعامل مع لعيبه،
هيروح يتكلم مع لعيبه ويتعامل مع لعيبه ويشتغل في الملعب، شغل تدريب صعب. كوتشنج صحيح. وبمناسبه كلام حضرتك، في المانيا بما انه حضرتك اتكلمت على لايبزيج، يعني في المانيا بيدوا اللعيبه من سن 18 سنه دورات تدريبيه، بحيث انه لو ما نجحش في يعني ممارسه الكره كلاعب يبتدي ياخد كارير تدريب. عشان كده يمكن مدربين كتير جدا ظهروا في الثلاثينات في المانيا، يعني سن صغير جدا يبقى مدير فني او كوتش، لانه بدا المشوار من بدري كده. بالظبط، وهو ده بقى الفكر بتاع اتحادات الكوره اللي هي بتفكر لخدمه اللعبه والمستقبل اللعبه. ازاي تعد كوادر سواء من اللعيبه او مدربين او من الحكام. يعني انت، انا عشان احكم على اي اتحاد كوره ان هو ناجح ابص على الحكام. أيوة. ابص على المدربين اللي بتشتغل، ابص على اللعيبه اللي موجوده. الدوري المصري بيفرز ايه؟ احنا منتخبنا محترفين واهلي وزمالك وبيراميدز. طب الدوري لازمته ايه؟ بقيه الفرقه دي كلها بتعمل ايه؟ يعني بقيه الفرقه دي مش عارف تاخد لعيب من المحله، لعيب من الاسماعيلي، لعيب واحد. طب المدربين اللي بتشتغل عشان تصارع على الهبوط هي دي بقت؟ لا، ما يعني القصه دي عايزه لها وقفه. صحيح. ومناقشه بشكل كبير يعني. طب نروح لمدربنا احنا، كولر. تجربه كولر بالنسبه لحضرتك ايه، وايه اهم البصمات اللي عملها مع فريق النادي الاهلي السيزون ده؟ لا، عنده بصمات كتيره. نمره واحد، انا ببص اول حاجه بعيد عن الاداء الجماعي، ببص على الاداء الفردي بتاع اللعيبه. كل واحد لوحده أداؤه الفردي عامل ازاي حسب امكانياته. لا، اللعيبه متالقه وامكانياتها الفرديه باينه بشكل كبير جدا. يعني واضح ان هو بيعد اللعيبه نفسيا كويس. أيوه. وبدنيا وفنيا وخططيا. لما تيجي تربط على المستوى الجماعي، طالما الفردي كويس، كل واحد في حالته الفرديه بشكل كويس، هينعكس ده على الاداء الجماعي. أيوه. وهو ده من الواضح، الفرقه بتمر بحاله كويسه، نتائج كويسه، الحمد لله اللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله. هو كل لما هيقعد وكل لما هيحتك باللعيبه وبالدوري المصري والافريقي، لا الدنيا هتبقى هو ماشي بشكل كويس جدا يعني. واعتقد مشوار دوري ابطال افريقيا دلوقتي اداله مزيد من الخبرات قبل المراحل النهائيه، يعني الفتره اللي جايه خلاص بقى هو في دوري المجموعات، شاف الشمال والجنوب والغرب، فشاف كل حاجه. لما يروح للادوار النهائيه الموضوع بالنسبه له مش هيبقى مختلف، مع المسافات هتبقى قريبه كمان. بالظبط. بس هو لازم في نقطه يعني يخلي باله منها، الاختلاف الوحيد اللي هيبقى موجود ان في الادوار الاقصائيه لو خسرت مفيش تعويض. في دوري المجموعات، لا، انت لو خسرت ماتش زي ما خسرنا الهلال قدرنا نعوض. ولكن بدءا من الدور اللي جاي، لا، انت بتلعب ماتشين ليهم حسابات، بحيث ان محصله الماتشين تبقى انت كسبان. ففكره الاهداف الكتير، خمس ماتشات على فتح الماتش وفتح الملعب، لازم. أيوة. أنا فهمتك. على حسب بقى الفرقه. لان انت لو الغلطه دلوقتي زي ما بنقول الغلطه بفور، صح. لا، فاحنا لازم يبقى في دراسه للفرقه اللي انت هتلعب قدامها بشكل كبير جدا. واكيد هو طبعا بيعمل الكلام ده، والجهاز اللي موجود معاه بيعمل الكلام ده بشكل كبير جدا. ازاي ان انت تدرس الفرقه باذن الله بعد ما نعرفها، تدرسها بشكل كويس جدا وتحللها بشكل كويس جدا، تعرف نقاط القوه فين والضعف فين، تبتدي تشتغل عليها. ومفيش مخاطره، لان الدور ده ما فيهوش محتاج حسبه. طبعا. طبعا. ازاي تنجح ان انت تعدي بنتيجه الماتشين. تراهن في على ده انه ياخد الدوري كنوع من انواع، وخصوصا مع لحد ما في فارق مريح، ولا نلعب بطوله الدوري بمنتهى الجديه وبالعناصر الاجهز؟ لاعبين ماتش الهلال، عندنا ماتش بيراميدز في النهائي، بطوله مهمه جدا بالنسبه للجماهير ومباراه صعبه، في وسطهم مباراه محله، تدي نفس الفرقه اللي لعبت ماتش الهلال، ولا تريح العناصر الاساسيه؟ ومش عايز اقول اساسيه، لانه حتى اللي ما كانوش بيشاركوا، يعني ديانج ما لعبش وهو اساسي، حمدي فتحي ما لعبش وهو كلهم اساسي، خالد عبد الفتاح قدم مردود كويس جدا، قندوسي ما قدم شغل كويس جدا، شريف ما لعبش. يعني اقصد اقول عندك فرقه ثانيه ممكن تلعب بيها ماتش المحل، وتحافظ على السكواد اللي شغال وبيكسب، عشان يعني لا، هو اكيد الماتشات اللي جاي احنا ما يعني ما فيش لعيب اساسي ولعيب مش اساسي. ايوه. حسين الشحات، ما هو اللعيب الماتش اللي فات ما كانش اساسي. مظبوط. نزل كسبنا جايب جونين. صحيح. فاحنا الحمد لله القماشه اللي عندنا وكم اللعيبه الجيدين اللي عندنا بتدي مساحه للمدير الفني ان هو يقدر يعمل الروتيشن في الحدود اللي هو شايفها، ان هو يغير 3-4 يريحه. أيوة. وفي نفس الوقت الفرقه مش هتقع. 3-4 ده حد اقصى يعني؟ يعني في الحدود دي. أيوة. يعني انا يعني من وجهه، يعني انا شايف او متوقع يعني. طب في ماتش المحل علي لطفي
ياخد الماتش بتاع المحل؟ اه طبعا ياخد. خالد عبد الفتاح ياخد. متولي وياسر ابراهيم؟ لا واحد بس. واحد بس اه، يعني ممكن محمد عبد المنعم يريح. على فكره نعم. عبد المنعم اكتر لعيب لعب دور المجموعات، ممكن تريحه. ايوه معلول برضو يريح. معلول يريح. معلول يريح. اه كده كام؟ ريحنا اربعه اهو، اربعه من خمسه. الشناوي ومعلول. الشناوي وهاني. ايوه معلول ومعلول ومحمد عبد المنعم. كويس. اربعه. ايوه تلعب في نص الملعب، تريح. ابتدينا الماتش اللي فات بسوليه ومروان، تريح الاثنين. تلعب بحمدي فتحي وديانج. تمام. تريح قفشه وتلعب قندوسي ولا تلعب قفشه؟ لا لعب قفشه. تلعب قفشه. تريح بيرسي تاو وكهربا وعبد القادر، وتلعب مثلا حسين الشحات وشريف وطاهر. لا لاعب حسين الشحات وشريف وبيرسي تاو. وبيرسي تاو. يعني تقريبا 8 لعيبه من اصل 11 هي. ما فيش اي مشكله. لا قناعات الكابتن خالد جدالله بيرسي تاو غير طبيعيه. لا اصل هو الفتره اللي فاتت، ما انا هقول لك الفتره اللي فاتت هو بيأدي بشكل خد بالك كويس مجهد جدا. هو لعيب كويس. مجهد جدا الكابتن خالد. بس لعب مع جنوب افريقيا بس لعيب ممتع. وجريح لا كانوا بيلعبوا ليبيريا صح؟ ليبيريا. جه من ليبيريا ده لعب ماتش الهلال كان فايق. لعيب ممتع. وبص على اللعيب في حركته وهو بيجري. بس انت رايح ماتشات صعبه، فاخاف عليه من اصابه، اخاف عليه من يعني ممكن يلعب شوط. ممكن يلعب مش شوط. لازم ال 90 دقيقة. هو في النهاية القرار لكولر. انا فاهم طبعا. لا لا انت عندك انت لو فتحت القصة احنا كلامنا ده كله ان عندنا ثقة في لاعبتنا. اكيد احنا يعني ما فيش النادي الاهلي غير اي فرقة ان لا وانت لو سبت القصة للجمهور ما حدش هيعطيك تشكيل شبه التاني. خالص. طبعا. ما حدش هيتفق على تشكيل. اراء فنيه احنا بعيد صح، ولكن احنا بنقول كجمهور، ما احنا كمشجعين دلوقتي بنتناقش فيها. بالظبط كده. لا وماتش المحله كان ماتش صعب على فكره. ماتش صعب. طبعا ولسه يعني كسبانين هم كسب الاتحاد. الاتحاد ولكن باذن الله. لا الامور تروح للدوري. تيجي احنا نسينا الدوري. عارف كاس عالم ودوري ابطال. نروح نشوف جدول الدوري والترتيب ونشوف موقف الاهلي فيه ونفكر الناس، ان انا متاكد الناس مش عارفه مين بقى فين ومين عامل ايه. والله ده شكل جدول الترتيب. طيب الاهلي في الصداره في لعب 18 مباراه 44 نقطه. كمان خد بالك من فرق الاهداف كمان يا كابتن خالد يا احمد. بص الاهلي احرز 32 هدف رغم ان اقل عدد مباريات لعبه. وكمان اقوى دفاع 7 اهداف بس اللي منيو طبعا دخلت في شباكه. تعالى هنا يا محمد. فيوتشر لعب 21 مباراه 42 نقطه. بيراميدز 21 مباراه 39 نقطه. الاتحاد السكندري 21 مباراه 36 نقطه. الزمالك في المركز الخامس 20 مباراه 33 نقطه، وعدد الاهداف اللي دخلت مرمى كتير 19 هدف. المقاولين العرب يعني داخل في المنافسه بشكل كويس جدا عشان المنافسه على المشاركه الافريقيه 22 مباراه 33 نقطه. المحله اللي هنلعبه ان شاء الله يوم الاربعاء في المركز السابع، وده مركز متقدم. المحله متحقق منذ فتره طويله جدا. لعب 22 مباراه 22 مباراه 30 نقطه، وكمان احرز 23 هدف بس دخل مرمى 29 هدف. ثم بقى فاركو والمصري وسيراميكا وسموحه اسوان وباقي الفرق. حتى ما تغيرش جدول الترتيب يا محمد هالي عن اخر مره احنا كنا بنلعب في الدوري. احنا اخر ماتش لعبنا مع ايه فاكر كابتن خالد؟ اخر ماتش الاسماعيلي كمان. والاسماعيلي دلوقتي كابتن حمزه اعتقد مع كابتن حمزه الجمل. كان في الاخير اخر جدول شفته كان في المركز الاخير. اخر مباراه للاهلي اعتقد كانت المقاولين العرب. اخر مباراه الاهلي المقاولين العرب اللي كانت متاجله من الجوله ال 17. ايوه قبل السفر لرحله صن داونز. بس ما فيش احنا موقفنا ثابت يعني. هم كلهم بيلعبوا واحنا زي ما احنا ما زلنا لغايه دلوقتي في الصداره لينا 3 مباريات. لا كلهم بيلعبوا واحنا ما بنلعبش. واحنا ما بنلعبش. واحنا الاول. لا وكمان في مباراه تتاجل يعني. انت دلوقتي عندك مثلا ما يقرب من 4 مباريات مؤجله. الاتحاد، الاسماعيلي، حرس الحدود، وفي فريق كمان اعتقد، وفي ماتش كمان هيتاجل الاسبوع اللي جاي، فهتخش في 5 مباريات مؤجله. تعليق بقى كابتن خالد على الشكل العام للمسابقه كده. لا يعني ايش والمنافسه فيها كابتن خالد؟ يهمني اسمع رايك فيها. يعني المنافسه بعيده. احنا ما باذن الله احنا نمشي بس كويس. احنا الفرق كبير جدا. انا شايف ان مفيش منافسه فوق. انا شايف المنافسه خالص كلها تحت. كلها الصراع على الهبوط. على البقاء يعني وللاسف بقت كل سنه المدرب اللي بيقعد في الدوري بيبقى كأنه عمل انجاز يعني بقت القصه مين اللي يقعد. الهدف من الدوري مش كده. الناس كلها تنافس والناس كلها تبقى في اماكن ترتيب كويسه، ولكن من الواضح انت الاخير عند حرس الحدود في 7-8 فرق مهددين بالهبوط او ممكن 10 فرق كمان. ايوه انما المنافسه على الدوري لا باذن الله ما فيش اي مشكله لينا، وباذن الله الدوري لينا السنه دي باذن الله. زياده تاكيل المباريات ده ممكن بعد كده يكون له تاثير سلبي؟
يعني خمس مباريات مؤجله، يعني احنا دلوقتي داخلين في اربع مباريات وفي مباراه تتاجل الاسبوع اللي جاي، خمس مباريات مؤجله، ده ممكن يبقى ليه تاثير على المدى البعيد للفريق حتى هو بيختتم المسابقه؟ لا مش هيبقى له تاثير باذن الله. ليه تاثير؟ ده بالعكس، يعني انت هتبقى هتخلص من بطوله وهتبتدي تركز في القصه دي في الخمس مباريات اللي جايين. وانا دايما بقول على المستوى المحلي على مستوى الدوري احنا ما عندناش اي مشكله، احنا لو في مشكله هتطلع لنا يبقى احنا اللي بنجيبها لنفسينا، لكن احنا لو في حالتنا لا ما عندناش مشاكل على مستوى الدوري باذن الله. وانا متوقع السنه دي هناخد الدوري بفرق يمكن من النقاط، يمكن يبقى قبل ثلاث اسابيع اربع اسابيع نكون حسبنا البطوله باذن الله. ان شاء الله موسم يكون موفق وناجح ان شاء الله باذن الله باذن الله. وباذن الله تكون يعني مجرد كبوه يعني اللي حصل في دور المجموعات ده، بالتالي انه الاهلي زي ما قلت في بدايه الحلقه بقى كونتراكت تاني مع ماتش باذن الله. السحر مع مين النهارده كابتن خالد؟ ايوه سحر في البيت. ذكرياتك في رمضان يا كابتن خالد؟ والله احلى ذكريات ايام اللعب يعني. احنا للاسف احنا ظروفنا واحنا بنلعب مش زي دلوقتي. يعني احنا يمكن في رمضان كنا بنروح نتمرن وبنروح، يعني ما كانش فيه حتى في المباريات الافريقيه والسفريات كانت العمليه كانت بتبقى صعبه في كل الاحوال، لان الفنادق مش زي يعني احوالها مش زي دلوقتي بالظبط. ارضيه الملعب الملاعب اللي كنا بنلعب فيها مش زي الكوره دلوقتي. اللي انتوا كنتوا بتلعبوا بيها الكوره مستويات الفرق صح. الفرق كل ما فيش محترفين بتلعب بره، الفرق كانت قويه جدا مش زي دلوقتي. فيعني الامور كانت مختلفه بشكل كبير. مين اهم ايه اهم الذكريات اللي ارتبطت معاك بشهر رمضان جوه النادي الاهلي؟ لا ذكريات حلوه بقى، يعني برضو احنا ما كناش بنعدي كده، لازم نخطف نتسحر مع بعض نفطر مع بعض الاعداد بعد التمرين، لا كنا يعني ما بنفوتش، فكانت كلها الاوقات كلها كانت حلوه، بنقضي وقت كويس جدا، تركيز في اللعب وبره اللعب، احنا كنا يمكن بنقضي وقت اكتر من بيوت اكتر ما بنقعده في البيت. يعني دفعه كابتن خالد لسه متواصل لغايه دلوقتي على خفيف على متواصله خفيف. طبعا ولكن مش ما فيش استمراريه، انت عارف بقى مشاكل الحياه والواحد المسؤوليات اللي عنده، ولكن على فترات دايما بنتواصل يعني. طيب هل واجهته في رمضان مباريات في الصيام تحديدا لو مباراه افريقيه؟ اكيد واجهنا وكانوا برضو بيلعبونا واحنا صايمين يعني بس احنا بقى كنا يعني كانت بتقابلنا حاجات الاعمال اللي كانت بتتعمل وسحر يا سحر. احنا كتوكو مره قعدنا ما دخلناش اوضه اللبس، قعدنا في الاتوبيس بره تقريبا ساعه رشين حاجات لغايه لما كان معانا شيوخ من جامعه من بعثه بتاعه الازهر كانوا هناك قالوا لنا ما تخشوش، ودخلوا الاوضه وقعدوا يقروا قران يعني كنا بنواجه حاجات مش موجودة دلوقتي. يمكن مرة كان عندنا في الجابون مع سجارة ولقوا إكرامي ولقى تحت المرمى دافنين حاجات، لا كنا بنشوف حاجات فعلا مش موجودة دلوقتي أكيد. يعني أكيد. ولكن كله كان بيعدي الحمد لله. كل سنة وانت طيب كابتن، وانت طيب يا أحمد، شكرا، أسعد بيك دايما، وان شاء الله كل ما نتقابل كده نبقى فرحان النادي الأهلي، وان شاء الله بإذن الله يكون يعني موسم ناجح يفرح بيه الاهلي كل الجماهير باذن الله. نورتنا كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين يا ابو حميد. وانت طيب يا ابو حميد، سعيد بوجودي معاك للمره الثانيه في رمضان. انا اسعد اكيد. وكل سنه وانتم طيبين ودايما كل يوم على شاشه الاهلي في رمضان.